بين اتهام الشباب بالكسل وقلة التدريب من محاولات العديد من الشباب والشابات العمل في وظائف لا تناسب مؤهلاتهم التعليمية، تواجه مصر على مدار تاريخها الحديث أزمة كبيرة من البطالة بين الشباب القادرين على العمل والمقدر عددهم بنحو 29 مليون مواطن مصري. محاولات الحكومة المستمرة لتوفير فرص العمل وتقليل البطالة بين الشباب عبر تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس وطرق جديدة بدأت تؤتي ثمارها، إذ تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 11.98% في الربع الثاني من هذا العام مقابل 12.5% العام الماضي بحسب أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار جهاز الإحصاء إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.496 مليون عاطل بانخفاض 64 ألفاً. جهود الحكومة لتقليل البطالة يقابلها شكاوى متعددة من قلة الأيدي العاملة المدربة، ما يدفع بوزارة البترول على سبيل المثال إلى استيراد عمالة من كوريا في وظيفة فني لحام بسبب نقص العمالة الفنية، وذلك وفق تصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان. وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بالتعليم الفني باعتباره قاطرة التنمية الصناعية، خاصة في محافظات الصعيد التي ترتفع فيها نسب البطالة. ومع صعوبة توفير وظائف حكومية في الجهاز الإداري للدولة المزدحم بنحو 6.5 مليون موظف، يبقى القطاع الخاص الملاذ الأخير للشباب في التوظيف. وسط ذلك كله يعمل عدد كبير من شباب وشابات مصر في وظائف بائعين وسائقين متجاوزين مؤهلاتهم التعليمية رغبة منهم في التغلب على قلة فرص العمل. بين الاتهام بالكسل وعدم قدرة سوق العمل على استيعاب كافة القادرين على العمل في مصر، هل تبقى مشكلة البطالة عصية عن الحل؟